في مشكلة. المشكلة وشي؟ أنه إذا ما في رئيس نادي أو لاعب سابق أو عضو شرف يتكلم عن حقوق النصر ما حد يتكلم عنه. الهلال عنده 70 جريدة تتكلم عنه، ما يحتاج أحد يطلع ويتكلم عن الهلال. لما تصير مشكلة وتصير شيء وتتكلم على واقع في ناس تتكلم عنك، ما يحتاج تطلع لا لاعب ولا بواب نادي هلال ولا أي أحد يتكلم عن الهلال، لأن في ناس تتكلم تطوعة خلقية. لكن النصراوي إذا جت له مشكلة لازم يتكلم عنها. فأنا إذا تكلمت على واقعي تعال قل لي واقعي لا غلط، تعال قل لا غلطان أنت في الكلام اللي أنا قاعد أقوله، مو تقول لي دوبك دوب الهلال. يعني أنا لما أتكلم على واقع يعني هو قاعد يأيدني أن الواقع صح، واقع هلال. طيب زميلنا الصحفي المتخصص في الكرة السعودية غازي شريف، طبعا صحفي في جريدة النهار، حياك الله أخوي غازي. صباح خير أبو سعود، صباح عليك وعلى ضيوفك الكرام، وصباح على أبو سلطان. حياك الله. والله أبو سلطان ما تمنيت أن تكون مداخلتي بعد شوي الشد اللي صار. لا بالعكس، أقسم لك بالله أني أقول كل اتصال أقول يا رب يطلع واحد هلالي يتصل، ترى هو هلالي بعد، الله يحييك. هو هلالي، لا والله العظيم يشهد ربي. أنا من النوع اللي يتقبل الرأي ورأي الآخر عكس واقعنا. والله العظيم أني أنا مبسوط وأني أقول يا رب أحد يتصل، أنه أحد يتصل من رأي الآخر عشان يشوف يقول والله فهد غلطان في كذا وكذا. ما هو موضوع هذا أبو سلطان، فطلعك من المود هذا شوي. تفضل أبو سلطان. مونديال 94 ما شاء الله عليك مستوى كان ممتاز، بعد المونديال اعتزلت دوليا واستمريت في اللعب لسنة 2000، واللي احتذناه احنا من نجوم الكرة السعودية الكبار خصوصا من ماجد اليوسف النعيمة، استمرار لما فوق 30 يعني النجوم. يعني انت ما شاء الله عليك اخبر، يعني تعرف انت محمد عبد الجواد لعب كاس العالم كم عمره، فالاعتزال هذا المبكر يعني مع الاعتزال الدولي وقت كنت تعطي فيه يعني لين مونديال الاندية في العالم، مستواك مباراة ريال مدريد كان ممتاز، واعتقد في مباراة حتى بدلك المدرب وانت كنت راضي، كنت راضي تطلع يعني من كثر ما فيك حماس جايبتك اللقطة في المطار، والمباراة كانت شادة وانت راضي انك تبدل. فما تشوف ان اللاعب يعني الاعتزال الدولي كان قرار خاطئ؟ طيب شكرا، شكرا لك زميلنا الصحفي غازي شريف. رسام القحطة غازي، هذا السؤال المفخخ، مو بنا اللي تو الجواب مفخخ، هذا سؤال مفخخ. لا لغم يبغى يجرني لغم شوية. رسام القحطاني صبحك الله بالخير من المملكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. يا هلا بك. أصبح عليكم وعلى ضيوفك الجميلين وعلى لاعبنا، وأعتقد اللاعب هذا ما هو ملك لنا، أعتقد أنه ملك للخليج وثروة وطنية زي ما قال الأمير عبد الرحمن السعود وفهد الأحمد الله يرحمه. الله يطول عمرك يا رسام. فهد صباح الخير. صباح النور عليك يا حبيبي، هلا والله. منور الشاشة فهد، عيونك اللي منور الله يحفظك. احنا في قنواتنا محروم يعني ما نشوفك، وفي قناة الوطن والشهادة مغرب على الكويت صراحة وعلى الشعب الكويتي. الله يسلمك فهد الريفي، الله يسلمك خليك. انا متابعك جيد، وانا اعرف عندما سجلت نادي النصر 1403 اول مرة ودية تلعبها قدام الشعلة وفزنا باربعة، وكان يسمونك فهد العريف. صحيح يا عزيزي، انت لاعب ما ادري ايش اقول لك، الحلقه ما لو تكلمت من الليل الصباح الى بكره ما فيك حقك يا عشان كذا اختصر. عطني سؤال. سؤالي يا فهد الريفي بكل امانه، نحن عرفنا صراحتك الجميله والمعهوده، ما رايك في نادي النصر؟ رغم نادي النصر صفر على الشمال، لا جانبه ولا رئيسه ولا لاعبينه صراحه، واتمنى رحيل فيصل المتركي الليله قبل بكره وتعطيني الاجابه الصريحه، لاني انا نصراوي حتى الموت. وشكرا يا فهد. شكرا لك. شكرا اخوي رسام القحطاني. والله الأسئلة تبي نبدأ من سؤال مفخخ على قولتك والله شوف السؤال هذا أنا كثير تكلمت فيه، يعني يجرني لأشياء ما أبي أرجع فيها وأتكلم فيها الحقيقة صراحة، مو بعشان إن ما فيها صراحة وكذا، لكن أولا تجرك الواحد يعني متوفي ويعتبر زي والدي وانتهى الموضوع اللي فيه، فما ما يجوز ان الواحد نتكلم على اشياء الانسان ما يكون موجود. و منو تقصد؟ يعني الامير عبد الرحمن الله يرحمه، عبد الرحمن بن سعود الله يطول عمره، الله يرحمه يعني. ف ما احب والله اتكلم في هذا الموضوع، لانه زي ما قلت لك غايب الرجل ما هو موجود، وفي نفس الوقت اعتقد انه يعني واحد ينسى اللي هو سبب اعتزالك الله يرحمه. ما هو قصة سبب، لا والله مو يعني
عشان كذا اقول لك ما ابي احكي انا في ذا النقطه. الله يرحمه ويغمد روح لينا صفحه وانطوت. الحمد لله. الحمد لله. زين سؤال اخونا رسام يطالب برحيل والله شوف يعني هي رحيل شخص او لا الكيان لا يقف على شخص. ويجب ان الكيان هذه مشكله النصر ان ينكم مع احد يضد احد. يعني ليش كلنا ما نكون مع بعض مع ذا الكيان؟ يعني الامير فيصل، الامير ممدوح، الامير فيصل بن عبد الرحمن، الامير جلوي بن سعود، الامير منصور بن سعود، يعني كل هذولا ليش ما كلنا نكون مع بعض؟ كلهم يكونون واحد. ليش الانديه الاخرى كلهم يكونون واحد واحنا لا نقسم؟ فهمت علي قصدي؟ فهمت شلون ابغى اوصل له؟ فانا اتمنى ان نوصل مرحله ان النصر كلنا يكونون رجل واحد في سبيل ان نسعد هالجماهير. اكيد نسعدهم. ترى الجماهير تحتاج من يدفع، تحتاج من يبني في هذا النادي. انا ما علي، ما ابغى منشآت، ما ابغى يعني ما ادري ايش اقول لك. يعني انا ابغى في المستطيل الاخضر الجماهير تجي للملعب تبغى 11 لاعب او 20 لاعب في المستطيل الاخضر. هذه بيجي اذا انت تقدر هالجماهير يجب انك تحط شغلك الشاغل كله في المستطيل الاخضر عشان تشغلهم، خاصه جمهور نادي النصر عشان تسعدهم. سوري، جمهور نادي النصر صبر اللي فيه كفايه، ما عاد عنده صبر انه يصبر السنه الجايه والسنه. لذلك هم الان جمهور النصر مستعجل على الامير فيصل انه يبغونه بهالسنه. الامير فيصل مرشح لاربع سنوات، نعطيه الفرصه الكفايه. يعني خلينا نقول نخلق له بعض الاعذار، ابتعاد اعضاء الشرف نوعا ما عن مساعدته، نعطيه فرصه انه يعني يشوف المساعدات الثانيه كيف هو يصلح النصر. يعني صحيح في تصادمات خفيفة الآن أنه ما هو قادر يعني يحقق طموحات نادي النصر في بالسرعة اللي كانوا الناس سامعين. وأنا أعتقد أن الأمير فيصل هو يمكن يسمعني الآن استعجل في طريقة أنه أنا مثلا أدفع 200 مليون يعني حقق أعطى جماهير نادي النصر الأحلام بسرعة. هو يبغى لها شغل يعني كثير. فأنا متأكد أنه بدأت الخطوات السليمة، أنا متأكد أن النصر فيه خطوات سليمة، لكن لا نستعجل، خلونا نشوف السنة الجاية، نعطي فرصة. كل رئيس يجي يبغى لأربع سنوات. صح، هو الواحد فأنت يعني تكلمنا عن المدرب أنه هو يجلب لاعبين المحترفين. زين ما ننظر منظور الثاني من جانب الإدارة، معلش النصراوية ما تحاسب هذا المدرب؟ ما في لجنة تقيم المدرب، تقيم لاعبين المحترفين؟ يعني هذه لابد ان بكل نادي لابد ان يكون في لجنه هي تقيم المدرب وتقيم اللاعبين. شوف جاسم، انت لاعب، يمكن زينجا جاب موضوع ارهب النادي. النادي كان مثلا، وانا كل امانه هذا وانا اسمعها من اللعيبه ومن الاشياء، جاب فرض الاحترام على طريقه الاحترافيه، هذه موجوده عندنا كلعيبه، اللي هو ممنوع احد يدخل الملعب، مدير الكره لازم يكون برا، ما له علاقه بالفريق، اعضاء الشرف لا يدخلون في المحاضره. يعني نوع من النظام الاحترافي اللي مطبق في كثير من الانديه. فهم خافوا من اللي قالوا هذا شديد، هذا مره يعني شيء مو هو طبيعي. لكن لما تجي انت في عمل، لو اجي انا اتناقش معك واقول تعال عطني رؤيتك المباراه القادمه، ليش اللاعب الفلاني كذا، والله عندي اشرطه شفها كيف كان، كيف الموسم الماضي، هذا ترى مكانه كذا، تعطيه فكره. يعني ما هو المدرب اللي يجي على هالكيان وهذا بيجيك، هذا مدرب اجنبي بيجيك ثلاث سنوات وبيمشي، ممكن على راسك على النادي، ممكن شهر انت لازم. للاسف النقطه الحلقه بين المدرب والجهاز الفني وبين الاداره مفقوده. وللاسف انا اسمع الان انه صار حتى الاداره ما صارت تحضر التمارين، يعني ما صار فيه الا الجهاز الفني. فالتخبطات اللي صايره في النصر السنه هذه، يعني انا اعتقد انه في حلقه مفقوده بين من يبين للمدرب. المدرب جاك من اربع شهور، كيف يعرف عندك افضل اللعيبه؟ عندك يعني في فلسفه، عنده شيء متعصب في الرايه. انا اجي واعطيه رؤيتي واشوف، خليه يجرب شوط ثاني، يجرب مباراه معينه سهله، اكيد انه حيجي يوم من الايام بيعرف ان هذا الصح. طيب خل نرطب الاجواء شوي. صدق كنت بتصير ممثل؟ لا والله والله ما لا تصلح لي. زين فهد، نسالك سؤال، لما كنت تلعب ايام قبل معك ماجد عبد الله يعني بالملعب، شو تشوف يعني ماجد يعني قدام؟ الحقيقة يعني شوف أنا يعني يعجز لساني إذا تكلمت عن ماجد. صدقني أنا كنت أتمنى أنكم قريبين وأنكم لحقتوا أنك تلعب على مع ماجد. ماجد يعني إنسان يعني محترم إلى درجة خيالية، يعني يقابل الإساءة بالطيبة بالمعاملة الزينة. يعني تتخيل على لاعب مثل ماجد عبد الله